لما اجي اتكلم النهارده في مليون ونص فدان، ومهم قوي ان انا اقول لكم طب الميه بتاعتهم منين؟ المليون ونص فدان انا بتكلم على المنطقه ديت، منطقه الضبعه، يعني المنطقه الغربيه، يعني المنطقه اللي سكانها قليلين. الميه جايه منين؟ وانا بقول الكلام ده عشان انتوا تاكدوا عليه وتقولوه وترددوه. احنا مش جايبين ميه، ما خدناش ميه حد، احنا خدنا ميتنا تاني بقول اللي كانت بتستخدم مرتين او ثلاثه، وبناخدها بنعمل لها معالجه ثلاثيه متطوره تخليها صالحه طبقا للمعايير العالميه الصحيه للاستخدام في الزراعه. احنا عملنا الكلام ده حتى الان في ثلاث مناطق. المنطقة الأولى في المحسمة، وده مليون متر، وده يزرع 50,000 فدان شرق القناة. المية دي كانت بتترمي، وأنا قلت الكلام ده كتير، بس أنا أنتوا محتاجين تكرروه للناس، تكرروه بسياق، تكرروه بسياق. المحسمة كان المية دي بتترمي في بحيرة التمساح تعمل تلوث. احنا خدناها ومررناها بصحارات تحت القناة، وخدناها في محطة معالجة، وبتطلع مليون متر يوميا لخمسين ألف فدان. في نفس الوقت احنا خلال شهر 6 اللي جاي ده محطة بحر البقر دي محطة 5.6 مليون متر في اليوم. المية دي كانت بتترمي في المنزلة، مية صرف كان بترمي في المنزلة، صرف زراعي وصناعي وصحي. يمكن هناخدها شرق القناة برضو بصحارات تخش على محطة المعالجة في محطة بحر البقر. الكلام ده شغالين في بقالنا سنتين، 5.6 مليون متر. دول هيخشوا شارع القنال، دول هيزرعوا تقريبا الاجمالي اللي هيبقى مزروع في شارع القنال حوالي 500,000 فدان. الكلام ده انا بقوله ليه؟ لان انتم لازم ترصدوا ده، ترصدوا ده وتتكلموا فيه، مش عشان يعني تعززوا حد، لا لا لا، عشان تعززوا بلدكم وتقولوا للناس ان البلد دي بتتحرك بفضل الله سبحانه وتعالى للامام، وبقوه وباصرار وبقدره وبفهم وبتخطيط كبير قوي، تخطيط وتنفيذ. نرجع بقى للضبعه تاني. الضبعه احنا كنا اتكلمنا على مستقبل مصر، وده حوالي 250,000 فدان. فاحنا بنتكلم على ميه كانت بتترمي في الماكس في اسكندريه، الميه دي برضو هناخدها نعمل لها معالجه حوالي 6 مليون متر في اليوم، وهيتم معالجتها بحيث ان هي تبقى ميه صالحه للاستخدام في الزراعه، ويتم الزراعه بيها اللي انا بتكلم فيه بقى اللي هي الدلتا الجديده. يبقى مستقبل مصر مع محطه الحمام اللي هي المحطه الجديده اللي هي 6 مليون متر في اليوم، دي هتخش عشان تزرع المليون فدان، بالاضافه لفرصه الميه اللي موجوده، المياه الجوفيه اللي بتستخدم. بتكلم في اكتر من مليون فدان فين؟ في منطقة الضبعة. بتكلم في 500,000 فدان فين؟ بتكلم في شرق في سيناء. بتكلم في 600,000 فدان فين؟ في توشكا. الكلام ده مش كلام، انتوا من حقكم ان انتوا تطلبوا من انتوا تروحوا تصوروا ده وتشوفوه، وتشوفوا الشغل اللي على الارض اللي بيتعمل. يعني انت بتتكلم في 2 مليون فدان خلال سنتين ثلاثة، ده بالاضافة للمشروع السابق اللي احنا كنا اطلقناه وشغال، شغال يمكن مش بالمعدلات اللي احنا بنتمناها. احنا ادينا للمستثمرين الارض وبنتابع الشغل في نجاح، لكن المرة دي احنا ما عملناش كده. احنا دخلنا الدولة بشركاتها، او مش بشركاتها، بشركات القطاع الخاص تعمل كل شيء، واقول للمستثمر تعالى خد ادي الالف فدان دول موجودين، وسائل الري بتاعتهم، الكهرباء بتاعتهم، البيفوت بتاعهم، اتفضل اشتغل، خلاص انت ما عندكش مشكله كبيره زي اللي انت بتعمل كل الكلام ده لوحدك. انا بكلمك في 2 مليون فدان بميه ايه؟ بميه جديده بناخدها من، لا، باعاده صياغه استخدامنا للميه بانفاق كبير. هو انت ناسي او انتوا ناسيين يا جماعه لما بقول ان احنا نعمل طبتين للترع اوفر 2 مليار متر ميه؟ انت فاكر محطه بحر البقر دي توفر ميه قد ايه؟ قول 5.6، قول 6 مليون متر في السنه بكام؟ فوق ال 2 مليار متر ميه كانت بتترمي في حته المنزله تلوثها. ال 6 مليون بتوع محطه الحمام كانت بترمي في الماكس بكام؟ ب 2 مليار متر ميه. يبقى انا النهارده عززت ما لدي ولا لا؟ عشان اجابه التطور اللي موجود في النمو السكاني، سياق على بعضه، سياق الملف يتفتح، ياخد منك حلقه حلقتين، ياخد منك في الجرنان
تغطية مقالة مقالتين ثلاثة ملف تاخده من أوله لآخره حتى تعطي للمواطن المصري. ثم وانت بتتكلم ده تيجي بالليل تتكلم تجيب المتخصصين في الموضوع، وأرجو ان المتخصصين أيضا يبقوا قاريين الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه وارينه كويس عشان يقدر يناقشه، مش مناقشة من بس من 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 منظور نظري، لا بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه المشروع اللي احنا بنعمله. فانا بس عايزكم، دي توصيتي للاعلاميين، ان من فضلكم من فضلكم ارجو اللي احنا بنعمله ده تنقلوا للناس ليه؟ عشان الامل، عشان الثقه بالنفس في المصريين، ان هم يثقوا ان هم قادرين بفضل الله سبحانه وتعالى ان هم يعملوا تغيير حقيقي لبلادهم.